رئيس مجلس النواب ووزيرة التعاون الدولي يفتتحان وحدة مرور جديدة بأسوان. بدء الأوكازيون الشتوي اعتبارا من اليوم ولمدة شهر في جميع محافظات الجمهورية. التعليم تؤكد جاهزيتها لتسليم كتب الفصل الدراسي الثاني قبل الدراسة بوقت كافٍ. مشاهدي الكرام اهلا بكم. افتتح رئيس مجلس النواب علي عبد العال ووزيره التعاون الدولي سحر نصر وحده مرور دراو الجديده بمحافظه اسوان. وقد شهد الافتتاح محافظ اسوان مجدي حجازي ومساعد وزير الداخليه لمنطقه جنوب الصعيد ومدير امن اسوان بالاضافه الى عدد من النواب التنفيذيين والشعبيين. وقد أكد مدير أمن أسوان أن وحدة المرور الجديدة تهدف إلى خدمة المواطنين وتخفيف عناء توجههم إلى مركز كومومبو أو مدينة أسوان لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالمرور. وخلال افتتاح وحدة المرور الجديدة بأسوان أكد رئيس مجلس النواب علي عبد العال أن الصعيد سيكون في قلب خطة التنمية، كما أشار إلى اتفاق مع وزيرة التعاون الدولي على زيادة التمويل لتطوير المستشفى المركزي بأسوان. وكل الإمكانيات وبناء على تعليم سيادة الرئيس مسخراها للصعيد وبالأخص لمحافظة أسوان. دستور نص على تنمية وتطوير الصعيد أنشئت هيئة عليا. وحول زيارة رئيس مجلس النواب ووزيرة التعاون لأسوان معنا من هناك مراسلنا إبراهيم عزت، مراسل أون لايف. إبراهيم مساء الخير. ربما من المهم أن نشير إلى الحراك الذي بدأ في أسوان منذ زيارة الرئيس السيسي وأيضا ملتقى الشباب الذي عقد منذ أيام هناك. نعم مساء النور، سيد تحياتي لك من هنا من أسوان. بالفعل يوم مليء بالتفاصيل وبالجولات التي قام بها الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ومعالي الوزيرة الدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولي. دعني أقول لك أن الدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولي غادرت أسوان منذ فقط 30 دقيقة من الآن على متن طائرة مصر للطيران المتجهة إلى القاهرة، وذلك بتكليفات رئاسية لاستكمالها في القاهرة. اليوم بدأت الجولة صباح اليوم في تمام 10 صباحا كان في استقبال الدكتور علي عبد العال ومعالي وزير التعاون الدولي سيادة المحافظ سيادة اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، وأيضا كان برفقة الدكتورة نيفين جامع أمين الصندوق الاجتماعي للتنمية. زار عدة أماكن، تفقد أكثر من مشروع، وذلك أثناء حديثي مع الدكتور علي عبد العال والذي أكد لي أن هذه الزيارة وهذه الجولة جاءت بتكليف رسمي من رئاسة الجمهورية فور ختام مؤتمر الشباب الذي عقد منذ يومين هنا في أسوان. بداية الجولة بدأت صباح اليوم هنا في أسوان في تمام 10 كما ذكرت في البداية، وتوجه إلى منطقة نجع الحجر بمركز دراو. هذه المنطقة التي شهدت بها أكثر من مشروع. المشروع الأول شهد معاً مشروع تطوير ترعة الجعفرة، هذه الترعة الممولة من البنك الدولي لصالح الصندوق الاجتماعي بتكلفة إجمالية 1,000,000 جنيه. وهذه الترعة أيضا ومشروع التنمية الذي يجرى بها بيساعد بوجود أيدي عاملة هنا في أسوان بصورة يومية. أيضا عقب ذلك تحدثت مع الدكتورة سحر نصر وتوجه معا إلى مستشفى أسوان المركزي، وهذه المستشفى هي مستشفى متواجدة هنا في أسوان وفقط حدث بها تطوير، وشهد الدكتور علي عبد العال والحضور الكريم هذا التطوير. ولكن قال لي الدكتور علي عبد العال أنه اتفق مع الدكتورة سحر نصر على زيادة التمويل هنا لتطوير أكثر لهذه المستشفى حتى تسع أكبر عدد وجميع الحالات هنا في أسوان. وبعد ذلك
وبعد ذلك تحول معا إلى افتتاح وحدة مرور منطقة دراو. هذه الوحدة وتجول داخل هذه الوحدة حتى يشهد التقنيات الحديثة التي تساعد على راحة المواطن هنا الأسواني في المنطقة الذي يسكن بها. دعني أقول لك أن هذه المنطقة التي دارها الدكتور علي عبد العال صباح اليوم وهي منطقة دراو هي مسقط رأس الدكتور علي عبد العال، لذا أكد في حوارات كبيرة مع الحضور هنا وفي الشارع الأسواني على امتنانه لهذه الزيارة وأن هذا المكان هو المكان الذي ولد فيه وتربى فيه، ولذا مسقط رأس الدكتور علي عبد العال ودار الحديث كبير ما بين واستقبل أيضا حقيقة بحفاوة هنا من هذه المنطقة. بعد ذلك فقط منذ ساعتين تقريبا توجه إلى قاعة المؤتمرات، هذه القاعة الكبرى التي شهدت حضور جميع ممثلي الشارع الأسواني وحضور أيضا من الكنيسة والأوقاف، فكان هناك حضور من القساوسة. وتفضل سيد. يعني إبراهيم، هل تابعت يعني تعليق الأهالي حول أهمية انتقال المسؤولين من مركزية القاهرة العاصمة إلى الناس وإلى محافظاتهم؟ هل تابعت بعض التعليقات من هؤلاء الأهالي؟ نعم، تابعت هذه التعليقات ليس فقط من اليوم ولكن منذ اليوم الأول قبل نحو أسبوع تقريبا حينما وصلت هنا في هذه المحافظة لتغطية المؤتمر الوطني للشباب في متابعته الشهرية الثانية. أثناء حديثي مع قاطني هذه المدينة السمراء التي تقع جنوب العاصمة المصرية، حضور القيادة السياسية على رأسها السيد رئيس الجمهورية وأيضا رئيس الحكومة بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب وعدد كبير من هؤلاء الوزراء، أكدوا لي أنهم يعني لأول مرة يلقوا هذه الزيارة من قبل رئاسة الجمهورية والقيادة السياسية بصفة عامة على رأسها رئاسة الجمهورية. المشروعات التي افتتحت أيضا اليوم أكد الدكتور علي عبد العال أنه سيكون الصعيد عموما في قلب خطط التنمية التي تهتم بها الدولة، لذا قررت الدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولي تخصيص 30% من إجمالي الموازنة في الوزارة لتطوير وحدوث هنا في مشاريع تنموية ومشاريع صغيرة ومتناهية الصغر. دعني أقول لك أيضا سيد، منذ قليل تم توقيع 4 اتفاقيات مع المجلس التنموي هنا في محافظة أسوان، فأقول لك سأتلو لك بالتحديد عدد هؤلاء الاتفاقيات. الاتفاقيات دارت وقع ما بين صندوق التنمية وجمعية رجال الأعمال المصرية هنا 4 اتفاقيات. الاتفاقية الأولى بإجمالي 2,260,000 جنيه وأيضا الثانية بإجمالي 500,000 جنيه أيضا بواقع 70 مستفيد هنا من الشباب بهدف توفير فرص عمل، وهناك أيضا اتفاقيتين. نعم إبراهيم، بالتأكيد سنعود إليك كلما يجد جديد في محافظة أسوان التي تشهد زخما سياسيا منذ أيام. مشاهدينا الكرام، تشهد القاهرة الآن حالة مرورية بها كثير من السيولة مع أول أيام الأسبوع، فلنشاهد.
ربما كانت حالة بين سيولة وبعض الازدحام. بدأ الأوكازيون الشتوي اعتبارا من اليوم ولمدة شهر في جميع محافظات الجمهورية، وقد أوضحت وزارة التموين أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون حتى الآن بلغ 300 محل. ومن جانبه اعتبر رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية أن الهدف من تحديد فترة شهر هو زيادة القدرة الشرائية للمستهلكين، لا سيما بعد ارتفاع أسعار السلع والمنتجات عقب تحرير سعر صرف الجنيه. وأشار أيضا إلى تطبيق الأوكازيون على جميع المنتجات، كما دعا التجار والمحال الراغبة في الاشتراك بالأوكازيون للتوجه إلى مديرية التموين لاختارها. هدف من الاوكازيون ان كل تاجر يرغب في المشاركه بالاوكازيون، طبعا هو اختياري مش اجباري، ويتقدم بطلب لمديريه التموين بانه عاوز يشترك في الاوكازيون بعدد الاصناف اللي هو هيشارك فيها، بس شريطه انه يكتب سعرين لكل صنف، السعر قبل الاوكازيون والسعر اثناء الاوكازيون، بهدف ايجاد تخفيضات حقيقيه وافاده للمستهلك وتحريك الاسواق. قامت مجموعه من الشباب بتطبيق نظام الزراعه المائيه وتطوير نظم الري، ويهدف الشباب من خلال تطبيق هذا النظام إلى إنتاج خضروات عالية الجودة وأقل استهلاك للمياه ومن دون استخدام أي مبيدات أو أسمدة في الزراعة. على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وبإحدى المزارع الخاصة، قام فريق من الباحثين الشباب بإطلاق شركة ناشئة للزراعة المائية، وهو مسار بديل للزراعة الحديثة ومناسب جدا للدول التي تعاني من عدم توافر التربة الخصبة أو نقص المياه العذبة للزراعة. احنا بنعمل زراعة مائية وبنتطور لزراعة الأكوابونيك أو الزراعة الأحيومائية التي بتعتمد لا تعتمد على التغذية بالمواد الكيميائية، إنما تعتمد على التغذية عن مخلفات الناتجة عن المزارع السمكية. المخلفات الناتجة عن المزارع السمكية بتدينا الغذاء بصورة معينة. عندنا تيم بيشتغل على تطوير النظام، ومن جزء يعني أحد أهم الأجزاء في تطوير النظام كمان إن احنا بنستخدم كلها مواد مصنعة محليا، فالتكاليف بالنسبة لنا بتبقى أقل، مش بتأثر بحاجة زي التغير في العملة اللي حصل في الفترة اللي فاتت، ما عنديش يعني مدخلات مستوردة. احنا جمعنا فريق علمي، احنا نجمع فريق علمي من تخصصات مختلفة، وحابين ان احنا لما ندرس موضوع الزراعة بدون تربة ندرسه بشكل علمي ومفصل، وما ندرسوش بشكل عام ان هو مجرد زراعة وخلاص. فاحنا عندنا الحقيقة تخصصات في من اول علم النبات والميكروبيولوجي والكيمياء والاسماك وحتى الهندسة الصناعية، عندنا تخصصات في كل حاجة بتدخل في عمليه الانتاج في الزراعه بدون تربه، لان احنا بنحاول نعلي الكفاءه بقدر الامكان ونقلل استهلاك الموارد للحد الادنى الممكن. كما تتميز بخفض نفقات العماله وتوفير تكاليف الاسمده والمبيدات، والاهم من ذلك اعاده التدوير والاستثمار الامثل لكل قطره مياه. السيستم الحالي ده سيستم موجود وستاندرد، لكن احنا عندنا سيستم جديد شغالين عليه، وده اللي احنا حاليا بنحاول نسجله براءه اختراع. السيستم الجديد ده بيرفع الانتاجيه اضعاف الحالي يعني، وبيوفر اكتر كمان في المياه. وبحسب تقديرات الخبراء فإن إنتاجية الفدان من الخضروات باستخدام الزراعة المائية تعادل ما يتم إنتاجه من 10 فدادين من الأراضي الزراعية. تتواصل فعاليات الدورة 48 لمعرض القاهرة للكتاب التي انطلقت الخميس الماضي. هذا وتشهد أجنحة المعرض إقبالا كبيرا من الزوار نظرا لتزامنها مع إجازة منتصف العام بالمدارس والجامعات. ويستمر المعرض حتى 10 فبراير المقبل، ويقام تحت عنوان الشباب وثقافة المستقبل، وتشارك فيه 670 ناشرا ودار نشر من 35 دولة. مشاهدينا للمتابعة معنا من معرض الكتاب مراسلتنا جيرمين إبراهيم. جيرمين، هذا هو اليوم الخامس للمعرض، ما هي ملامح هذا اليوم وما هي أحداثه؟ مساء الخير سيد، ومساء الخير على كل مشاهدينا. كما ذكرت أنا متواجدة داخل معرض القاهرة الدولية للكتاب في دورته 48، والذي بدأ بالفعل من يوم 26 من يناير الجاري ويستمر حتى يوم 10 فبراير القادم، ونحن في اليوم الخامس في معرض القاهرة الدولية للكتاب. ضيف شرف هذا العام هو المملكة المغربية، وأما شخصية معرض الكتاب هذا العام هو الشاعر وصلاح عبد الصبور. بيقام المعرض هذا العام بمشاركة 35 دولة، منها 16 دولة عربية وست دول أفريقية، بالإضافة إلى 13 دولة أجنبية، وبمشاركة 76 ناشراً.
يمكن ايضا دعني يعني انقل لك انه اليمن بتشارك في المعرض هذا العام يمكن للمره الاولى في تاريخ معرض القاهره الدولي للكتاب. بشكل يومي بتقام عدد من الفعاليات بتختلف من يوم لاخر، يعني دعني انقل لك الصوره عن بعض الفعاليات اللي بتقام اليوم داخل معرض القاهره الدولي للكتاب. اذا اخذنا يعني على سبيل المثال القاعه الرئيسيه وهي قاعه صلاح عبد الصبور، فبيقام فيها تحت عنوان شخصيات لها تاريخ لشخصيه ابو المعاطي ابو النجا الاديب والروائي المصري. ايضا يمكن واحنا نتحدث الان بيقام لقاء فكري مع السفيره مشيره خطاب، المفترض ايضا اليوم ان يقام امسيه شعريه ستكون في محبه الشاعر سيد حجاب وتحتوي على قراءات من اشعاره، ويمكن هذا يتزامن مع العداء الذي يقام له اليوم في مسجد عمر مكرم. يعني يمكن هذا العام ايضا قامت وزاره الثقافه بتنظيم ويعني الاتفاق مع وزاره التربيه والتعليم على تنظيم عدد من الرحلات المدرسيه الى معرض القاهره الدوليه للكتاب، وخاصه انه في المعرض بتقام العديد من الفعاليات الخاصه بالاطفال وعدد من العروض المسرحيه والاقسام اللي بتقدم عدد من الكتب للاطفال، ايضا هناك تسهيل لطلاب الجامعه. بالنسبه للناحيه التنظيميه للمعرض هذا العام فهناك انتشار مكثف على البوابات ومداخل ومخارج المعرض للتواجد الامني، هناك ايضا عدد من البوابات الالكترونيه وكاشفه المعادن بيمر بها الزائرين ثم بيمر بعمليه التفتيش الذاتي، ايضا هناك شرطه نسائيه متواجده سواء على البوابات او في داخل ارض المعارض اللي بيقام فيها معرض القاهره الدولي للكتاب، اللي بينتشر فيه ايضا عدد من اللوحات الارشاديه للزائرين لتسهيل الوصول لدور النشر والاقسام المختلفه داخل معرض القاهره الدولي للكتاب. ايضا يعني هيئه اداره وتشغيل المترو قامت بتوزيع عدد من اللافتات الورقيه في انحاء محطه معرض القاهره لتسهيل على ركاب المترو الوصول الى المخرج الذي يعني يصل بهم الى مداخل معرض القاهره الدولي للكتاب. كانت هذه هي الصوره لدي اليوم في اليوم الخامس لمعرض القاهره الدولي للكتاب في دورته الثامنه. شكرا جزيلا الزميله جيرمين ابراهيم كانت معنا من داخل معرض القاهره الدولي للكتاب في يومه الخامس. مشاهدي الكرام ننتقل بكم الآن إلى فاصل لكننا متواصلون. مشاهدي الكرام أهلا بكم من جديد. أرسل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الهلال الشربيني تعليمات مشددة لجميع المديريات التعليمية بالمحافظات، وذلك لتسليم كتب الفصل الدراسي الثاني قبل موعد الدراسة. وقد أكد الوزير في الخطاب المرسل للمديريات ضرورة تسليم الكتب الدراسية للمدارس فور ورودها للمخازن بالمديريات التعليمية حتى يتم تسليمها للطلاب قبل بداية هذا الفصل وبوقت كافٍ. أعلن محافظ الدقهلية حسام الدين إمام توفير كل سبل الدعم لشباب المنتجين وكافة المستثمرين، وفي إطار توفير رؤوس الأموال اللازمة لفتح آفاق جديدة لمختلف المشروعات وكذلك إتاحة فرص عمل للراغبين في مختلف قطاعات الإنتاج. وقد أكد المحافظ أنه تم منح قروض للشباب وأصحاب الأعمال ودعم المشروعات الإنتاجية والخدمية بقيمة 195 مليونا بإجمالي مشروعات بلغت 4081 مشروعا. أشار إلى أن الدقهلية تأتي في مقدمة المحافظات الخمسة المتميزة في منح القروض وخلق فرص الاستثمار، كما شدد على مسؤولية الإدارة العامة للمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك بضرورة فتح قنوات جديدة لتوفير القروض المطلوبة وتيسير الإجراءات. مشاهدي الكرام لمزيد من التفاصيل معنا محافظ الدقهلية السيد حسام الدين إمام. سيادة المحافظ، ربما من المهم جدا توفير رؤوس أموال لازمة للشباب في مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، هذا هو ربما المنهج الذي تتبعه الدولة والذي يتناسب مع بدايات لشباب يريد أن يكون له موقع أو موطئ قدم في مجتمعي. أهلا بك يا فندم وأهلا بأسرة البرنامج وأسرة قناة أون تي في، كل سنة وأنتم طيبين جميعا ومصر طيبة وبخير.
بالنسبه لاعطاء فرص شباب للصناعات الصغيره، احنا عندنا ثلاث محاور بيلجا لهم الشاب او بيتم التنسيق بين الشباب اللي عايزين جديين اللي هم عايزين فعلا يشتغلوا مشروعات صغيره. عندنا مشروعك، نعم، وعندنا الصندوق الاجتماعي، وعندنا مشروع شباب الخريجين. بالنسبه لمشروعك، يعني يمكن من اوائل المحافظات الحمد لله خلال سنه او سنه وكسور احنا في اكثر من 198 مليون جنيه قروض تم منحها للشباب بفائده بسيطه. نعم. وتم تسهيل الاجراءات الخاصه لهم بخصوص التراخيص، حتى يعني سمحت لهم بالحصول على تراخيص مؤقته بحين الانتهاء من القرض. نعم. وتنفيذ المشروع. سيادة المحافظ، ما هي اهم هذه المشروعات التي تم بالفعل يعني انها قدمت لمشروعك؟ في منهم شباب اللي فاتح مخرطه للمعادن، اللي فاتح نول للسجاد، اللي فاتح مصنع لتعبئه للمواد الغذائيه. نعم. مصنع صغير، بيشترك خمس ست شباب في مشروع منتجات ملابس، في مشروع تطريز، في كل مشروعات خضروات، بيجهزوا الخضروات سابق التجهيز للحفظ اللي بتحتاج حفظ، وبنسقوا مع شركات الاغذيه لسوى دي المنتجات. نعم. في ناس بتعمل مشروعات زراعيه، حته بتاعت ارض وبيبداوا يشرعوا فيها، يعملوا الصوب الزراعيه. نعم. اشتغلوا في مشروعات الصوب الزراعيه. يعني صراحه الشباب عندنا حطينا مشروعك بس عطى فرصه لاكثر من 5600 فرصه عمل. طب اسمح لي سياده المحافظ، ما هي الشكوى الرئيسيه التي يشكو منها الشباب رغم التسهيلات التي تقدم من وجهه نظرك ومتابعتك؟ لا، احنا عندنا يعني انا ما اعتقدش ان عندنا شكوى. بعد انا ما يسرت كانت الشكوى الرئيسيه من موضوع التراخيص وطول وقتها. نعم. فاحنا قلت الرخصه تخلص خلال 15 يوم على الاكثر، ويتم تسهيل كل الاجراءات بريد الشباب. واحنا بنعمل لقاء اسبوعي، اي شاب عنده مشكله بيجي يعرض مشكلته في حل فور. نعم. سياده المحافظ، ايضا هناك اشكاليه في التراخيص المؤقته حضرتك. نعم. علشان ما يبقاش في حجه بالنسبه لاي حد يعقلهم. نعم. او يقعهم تحت طائله اي اجراءات روتينيه مؤقته. نعم. سياده المحافظ، يعني ايضا يعني اصحاب المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر ومنتجات يدويه وغيرها، بالاضافه الى هذا هناك الطرف الاخر من المعادله وهو التسويق. ايوه فهمت. احنا بنعمل معارض لشباب الخريجين. نعم. ومعارض لاصحاب الصناعات الصغيره، معارض دائمه طول السنه، وبييجوا يسوقوا المنتجات بتاعتهم. نعم. بالاضافه ان احنا كمان بنتابعهم بعد ما ياخد القرض وبيشتغل في المشروع، بحيث ان احنا لو في اي اجراءات زي الاجراءات التسويقيه او الاجراءات مع الكهرباء او كلام من ده، نسهل لهم هذه الموضوعات عشان ينجحهم. احنا يهمنا الهدف نجاحهم، ان هم يكونوا شباب منتج بدل شباب معطل. صحيح. خاصة انهم ايضا هذه النوعية من المشروعات الصغيرة ايضا بتحتوي على ايدي عاملة تصبح ايضا دافعا في هذه المشروعات الخاصة بالشباب. شكرا جزيلا سيد محافظ الدقهلية سيد حسام الدين امام. رئيس مجلس النواب ووزيرة التعاون الدولي، يبدو اننا ننتقل إلى العناوين الإخبارية التي بدأنا بها هذه الفترة. رئيس مجلس النواب ووزيرة التعاون الدولي يفتتحان وحدة مرور جديدة بوسوان. بدء الأوكازيون الشتوي اعتبارا من اليوم ولمدة شهر في جميع المحافظات. التعليم تؤكد جاهزيتها لتسليم كتب الفصل الدراسي الثاني قبل الدراسة وبوقت كاف. مشاهدي الكرام، انتهت هذه الجولة، لكننا متواصلون.